بنتكلم عن الحصيلة بأرقام الصراحة ما هي مرثية، يعني تكلم عن ما يقارب 50,000 يعني خلال شهر، يعني هذه فعلا مؤشر، قد يكون مؤشر عفوا خلال أسبوع، يعني هذا مؤشر مرتفع. أنا أتكلم عن قطاع المرور فقط. نعم نعم، وهذه طبعا مؤشر مرتفع، مثل ما قلت لك هذا مو معنى انه والله في مشكله قاعد تزايد، بقدر ما قد يكون هو بسبب النشاط اللي قاعد تمارسه الاداره العامه للمرور.